التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير العدل المستشار عمر مروان لمتابعه جهود وزاره العدل للتطوير الشامل لمنظومه التقاضي بالدوله وسرعه الفصل في قضايا المواطنين المتداوله بالمحاكم. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الرئيس السيسي وجه بمواصله فتح فروع جديده للتوثيق واتاحه العمل بها خلال الفترات المسائيه تلبيه لاحتياجات وظروف كافه فئات المواطنين على مستوى الجمهوريه والتيسير عليها. واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على عمليه التطوير الشامل لمنظومه التقاضي وتعزيز اداء المحاكم على مستوى الجمهوريه ومردود ذلك على انجاز القضايا المتاخره وانهاء تكدسها خاصه في محاكم الاسره. كما وجه الرئيس السيسي باستمرار المتابعه والمراجعه الدقيقه لضمان الحفاظ على مستوى اداء التطوير الانشائي والتقني الذي تم في مقر المحاكم. اكد وزير الخارجيه رئيس مؤتمر كوب 27 سامح شكري ان قاده العالم بذلوا جهودا كبيره في اطار مواجهه قضايا التغير المناخي والتكيف وخلال كلمه له ضمن فعاليه كوب 27 اضاف شكري ان مختلف الدول ملتزمه ولديها الاراده لمواجهه التغير المناخي من خلال تقديم المزيد من الدعم لتنفيذ الالتزامات والتعهدات واشار شكري الى ان بعض المناقشات خلال المؤتمر كانت ايجابيه وبناءه فيما لم يعكس بعضها الادراك المتوقع لمخاطر قضيه التغير المناخي واوضح ان برنامج التخفيف من تاثيرات التغير المناخي كانت له عده نتائج لافتا الى ان الجميع يحاولون اتخاذ الاجراءات السياسيه اللازمه نحو قضيه تمويل الخسائر والاضرار قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن أكثر من عشرة ملايين مواطن أوكراني حرموا من التيار الكهربائي خصوصا في منطقة كييف وكانت عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قد تعرضت لقصف روسي وأعلنت الشركة الأوكرانية الوطنية المشغلة تمديد قطع الكهرباء بسبب تدهور الوضع تبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا جديدًا يدعو روسيا إلى الانسحاب من محطة زابوريجيا النووية ووقف ما تقوم به ضد المواقع النووية في أوكرانيا وقال دبلوماسيان لوكاله فرانس بريس ان القرار الذي قدمته كندا وفنلندا وافقت عليه 24 دوله عضوا في المجلس من اصل 35، وصوتت روسيا والصين ضده فيما امتنعت سبع دول عن التصويت، وفي القرار الجديد يبدي المجلس قلقه الشديد من رفض روسيا لوقف هجماتها على المنشات النوويه الاوكرانيه. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا تتحمل مسؤولية انفجار الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بولندا، وقال بلينكن لصحفيين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك إنه تحدث مجددا إلى نظيره الأوكراني بشأن التحقيق، مضيفا أنه مهما كان الاستنتاج النهائي فإن الطرف المسؤول عن هذا الحادث المأساوي معروف في نهاية المطاف وهو روسيا على حد قوله. واشار وزير الخارجيه الامريكي الى ان روسيا تسعى الى تدمير بنيه اوكرانيا التحتيه الحيويه قالت كوريا الجنوبية اليوم إن بيونجيانغ أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي عابر للقارات وذلك بعد يوم من إطلاقها صاروخا أصغر وذكرت وزارة الدفاع كوريا الجنوبية أن الصاروخ البالستي العابر للقارات وهو الأبعد مدى الذي تطلق كوريا الشمالية ومصمم لحمل الرأس النووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني إن الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط في المنطقة الصناعية الاقتصادية لبلاده واصفا عمليات الإطلاق الصاروخية بأن بأنها غير مقبولة ادانت الولايات المتحده اطلاق كوريا الشماليه لصاروخ بعيد المدى وفي سياق متصل اكدت متحدثه باسم وزاره الدفاع الامريكيه البنتاغون ان اطلاق كوريا الشماليه للصواريخ يزعزع الاستقرار في المنطقه وقالت نائبه المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينج ان الولايات المتحده ستقوم دائما بالدفاع عن حلفائها وشركائها في جميع انحاء العالم وخاصه في هذه المنطقه مشاهدينا نهاية موجز التاسع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل